بيته مختلف عن كل بيوت العالم، وعائلته لا تشبه باقي العائلات. عباس عقيل ابن 12 ربيعا لا يعرف من الحياة سوى هذه الغرفة في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، لأنه ومذ كان في شهره التاسع عاش فيها ولم يخرج أبدا منها. شلله الكامل الذي أصيب به بخطأ طبي وهو طفل أفقده جميع حواسه ولا يتحرك منه إلا رأسه. لا يعرف الطعام وحتى التنفس لأنه يتغذى من الأنابيب ويتنفس بواسطة هذه الآلة. بيش 12 13 14 11 سنة 10 سنين سلمت أمره لله وبعدين للحكمة الموجودين هونيك، لأنه عم يتلقى أكمل علاج موجود، لأنه 12 سنة بالمستشفى لحد هلا ما في ولا عقر بجسمه، ما تعرض ولا فيروس ولا ميكروبات. أمهات عباس هن الممرضات وطاقم المستشفى الذين اعتنوا به طوال 12 عاما. أنا حبك. علموه الكلام وعرفوه على الحياة، هو الذي لم يعرف أبدا مثلا معنى الشتاء وكيف يكون البحر والجبال، فنقلوا إليه العالم الخارجي إلى داخل غرفته البيضاء. بالاحتفالات والألوان نقلوا العيد وفرحته إلى عباس الذي غير بدوره مفهوم المستشفى وأطفى البهجة على مكان تفوح منه رائحة المرض والألم. بده يشوف الشمس كيفية، ما بيعرفوا شو الشمس، بيجيبوا مثلا مرايه بحطوها على الشمس برات على البرندة، تعكس الشمس على وجهه، بيعرفوا انه هذا انه هي الشمس. مثلا انه في شتاء بحطوا له شمسية فوق راسه، بكبوا على الشمسية هيك فوق الشمس الشمسية شوية مي. لعباس شقيقتان وأم وأب يخافون اليوم عليه بعدما علموا أن المستشفى قد تسعى إلى نقل كل مرضاها القدامى إلى مستشفى آخر، ما يعني سلخه عن مكان تعود عليه ويشعره بالأمان والطمأنينة. بيسمع أنه في مكان احتمال نقلي من مكان لمكان، بيخاف كثير من هالموضوع هيدا، ما في أم تستغنى عن ابنه، وهالمستشفى هي أمه لعباس، حتى لو قالوا لي أنه هي مش أمه، هي أمه. إيه بحب أوجه رسالة كثير كبيرة للمعالي الوزير علي حسن خليل، لأنه هو خي إلنا ونحن سلمناه هالملف هيدا حتى يوصل لمرحلة أنه يكون عباس على طريق سليم. تستمر الحياة وتعبر الفصول بخريفها وشتائها وصيفها، ويبقى عباس متألما متأملا من بعيد من على سرير المستشفى، ينتظر أملا ببقائه في كنف مكان صار أغلى من بيت لم يعرفه يوماً.